من المصريين. طيب. قرارات لجنة الحكام الرئيسية في اجتماعها الأول إقامة معسكر فني لحكام النخبة في الفترة من 14 ل 20 نوفمبر بأحد فنادق القاهرة، يتضمن ما يلي. هنا أول حاجة بس مجنناني أحد فنادق القاهرة، الطبيعي إنه المؤتمر ده أو المعسكر ده يكون في مشروع الهدف. ماشي. محاضرات نظرية تحتوي على أحدث التطبيقات من الاتحاد الدولي الفيفا، تدريبات عملية تشمل محاكاة لمواقف تحكيمية من المباريات باستخدام تقنية فار بتواجد عربية فار وكاميرا تصوير، تدريبات على السيموليتر بتقنية الفار داخل قاعة المحاضرات، تدريبات عملية للحكام والمساعدين على المواقف المختلفة داخل ميدان الملعب، تحليل فني لمباراة الأسبوع الثاني بدوري نايل، تحليل أداء الفرق من متخصصين لمساعدة الحكام على التوقع والتحركات وقراءة اللعب وفقا لآخر تعليمات الواردة من الاتحاد الدولي فيفا، تقييم الحكام المساعدين الفار من خلال اختبارات نظرية القانون ومفاهيم كرة القدم، اختبارات خاصة بتقنية الفار، اختبارات الفيديو تيست لحالات الالتحامات ولمس اليد، تحليل فني أسبوعي لمباراة دوري النايل، إجراء اختبار بدني للراسبين والذين لم يؤدي الاختبار البدني السابق تنطبق عليهم الشروط يوم الجمعة والسبت 15 و16 بجهاز الرياضة للقوات المسلحة، وبناء على التعاون مع الهيئات المختلفة تم اتفاق على اجتماع عاجل مع شركة ميديا برو تقنية فار لتلافي سلبيات المرحلة السابقة، تقرر عقد اجتماع بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد المصري لكرة القدم، تم الاتفاق والتنسيق مع السيد محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية على عقد دورة صقل للسادة مخرجة ومصورة التلفزيون المصري بحضور حكام فار للوقوف على مستجدات تقنية الفار، تم إصدار تعليمات عامة لجميع حكام مصر بمختلف الدرجات يتضمن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة والتي سيكون أساسها الانضباط والالتزام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، جاري إصدار فيديو توضيحي يتضمن التعريف بتقنية فار وإجراءات تقنية التسلل، جاري إصدار فيديو تعريفي للتعديلات الخاصة بقانون ومفاهيم كرة القدم، أي معلومة أو خبر يتعلق بأمور التحكيم سوف يتم الإعلان عنه من خلال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم. الحمد لله. ده حلو جدا. والمكاشفة دي نعم. هل هي مش مريحة للجمهور؟ مش مريحة للإعلام؟ نعم. المكاشفة والمصارحة وإن أنا حطك في الخطوات اللي أنا بعملها، هو ده اللي الجمهور عايزه؟ ده اللي احنا طالبنا بيه. وهل نعم. احنا انطباعنا عنه سلبي ولا الناس بتؤيد وتدعم؟ بالعكس، كله هيؤيد بس كده أيا كان يعني.